الحوثيين زرعوا الألغام في كل المناطق التي وطأت أقدامهم، زرعوا الألغام في جميع المحافظات، في جميع المناطق التي وصلوا إليها بلا رحمة وبأعداد كبيرة جدا. Unfortunately, following any conflict, any war, return to normality can never be achieved until the threat and the legacy of landmines and other explosive remnants of war is removed. دعبت الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران على توجهها الرسمي وعقيدتها أيضا الحربية المخالفة للدين الإسلامي والأنظمة والقوانين والأعراف الدولية. الميليشيات الحوثية دأبت على زراعة الألغام لإنهاء الحياة الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهي لا ترحم ولا تراعي إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا حجر، وإنما يهمها القتل والتدمير، فهي جلبت على الموت وثقافة الموت وزرعت الموت في كل أنحاء اليمن.